هنا مشاهدينا نتابع الأحوال الجوية. فاطمة نتحول إليها، تفضل. شكرا نهى، شكرا إيمان، وأهلا بكم مجددا مشاهدينا. وأخيرا ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، فيما يسود ليلا طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 30، الصغرى 20، إسكندرية 27، 20، مطروح 26، 18، بورسعيد 28، 23، الإسماعيلية 30، 18، وجوها حار. بالنسبة للسويس 29-18، العريش 27-20، طابة 29-23، شرم الشيخ 32-24، الغردقة 31-23، وجوها أيضا حار. بالنسبة للأقصر 35-21، أسوان 36-22، الوادي الجديد 35-20، شلاتين 33-24، حلايب 31-25، وجوها أيضا حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.